الله أكبر. الله أكبر. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الله، الصلاة والطيبة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على غير مغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية الله الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. السلام والسلام تبارك تعالى ذا الجلال والإكرام. السلام مرحبا. يا هلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: إذا قرأت أو إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. الله سبحانه وتعالى ينادي الذين آمنوا، يقول يا أيها الذين آمنوا، يحثهم على الإنفاق، يقول أنفقوا مما رزقناكم. الرزق اللي معك هو من الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت البركة في الرزق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى فاسمع إلى ما يقول الله جل وعلا في كتابه: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، اللي هو يوم القيامة، لا بيع فيه. البيع المقصود فيه البيع والشراء. ما تستطيع أن تشتري الجنة الآن، أنت في الدنيا تستطيع أن تشتري الجنة بالصدقة بالأعمال الصالحة، ولا خلة ما فيه صاحب ولا صديق ولا مقرب، ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. لذلك أحث الجميع على الإنفاق والتصدق في وقف الأم بمكة، التابع للجمعية الخيرية، جمعية البر الخيرية بظلم. الله يجعلنا وإياكم من المنفقين، يجزانا ويجزاكم خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما يعيك علمه كلها ميت. تسعة ونص. تسعة ونص جلسة نشامة، فقرة جلسة نشامة. واضح شباب. الساعة تسعة ونص. الساعة 12:15 رادار. ذيب الورقة ما موجود. أنا طلبت الورقة ترى بعد جات. فيه ذيب شعار بس ما أدري. وياك يا حبيبي. الله يضبط. والله ان العماده احنا وانت اللي ما شاء الله. لا والله ما يبعل. والله ناعل. والله ان شاء الله ما يبعل. تستاهل اول شيء طول عمر. تستاهل الطيب لكن علها ولا عله لو انهم يطول عمر، لكن كلهم والله الحواسن غانمه كلهم، حتى لو نمزح وذا لا انا ميد كلهم تحتس كلهم رفيقك اللي راقد. ماني ميد الربع المتواجدين اللي راقد تحتس من رفيقك الراقد. ما ودك ان يلحقه شيء ولا ودك انه والله. الله يعطيك العافيه عمده. وياك يا حبيب الروح. ها اللي نام سجل اسمه. الله ما عليه عاد كيف ترقد بس المتسابقين فقط. ما عليه الله يحرمني. يرقدون ها
لا اللي راقدين اسمهم وزارة النور. طلعني. ايوه. على كامر الله يا ابو حسين. والله اني فلا سجل اسم واحد صحيح والله لا حقك حقك يا ابو حسن كان اظهر مع هذا الباب ما سجلت اسم واحد الله الله لا 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 هذا العمده النشوه ها طافي بطاريه يا ولد لك ودنا يا ولد كلام واحد زيك صوتك ضعيف صوتك قدها ضعيف عند كل لا وليد وليد اي بما محمد بما انك عمده اطلب لك احجار خاص احجار اصلي يقعد سنه لا يقعد الاسبوع كله عشان ما يصير